السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة كومبيومي التعليمية. اليوم إن شاء الله هيكون موضوعي معاكم عن طريقة عمل فيديو احترافي إزاي أكون عندي المخرج النهائي من كانفا ويكون فيديو احترافي، وهنشوف كمان بعض الإضافات الحديثة أو الحاجات اللي أضافتها كانفا على تحرير الفيديوهات، وكلها حاجات بصراحة كل مادة فكانفا بتخلي العمل فيها بيكون أسهل وأسرع، وكمان بيظهر الفيديو بشكل نهائي كفيديو محترفين وفيديو رائع، كمان ممكن نستخدمه لعمل الدعوات، لعمل بطاقات التهنئة، لعمل كثير من الأشياء. حتى لو عندي توثيق لشيء معين وعايزة أحط صور، أقدر إن أنا باستخدام كانفا إن أنا أعمل فيديو رائع وجميل. وكمان خلينا نتعرف على الإضافات الجديدة وإزاي أنا أقدر أستخدم كل الحاجات الموجودة في كانفا بشكل جميل. تابعوا معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله كلكم تستفيدوا. خلونا نتعرف مع بعض على آخر وأهم ميزة أضافتها كانفا في تحرير الفيديوهات. طبعا الميزة دي لسه هي بيتا أو في مرحلة التجربة، بس تم إطلاقها في كانفا ويقدر أي حد يستخدمها. خلينا نشوف أهم ميزة عندي نزلت، هي إزالة الخلفية من الفيديو. طبعا كلنا شفنا إزالة الخلفية من الصور، دلوقتي أنا أقدر أستخدم كمان هذه الميزة في الفيديوهات. خلينا نشوف مثال. أنا مثلا هدخل على أي فيديو هنزله عندي هنا، هاخد مثلا الفيديو ده، هحط الفيديو هنا، خليني أخده في صفحة فاضية، هنزل الفيديو عندي. طبعا ده فيديو أنا عايزة أشيل الخلفية الصفراء الموجودة فيه في الخلف كده، هضغط على الفيديو ومن إيديت فيديو هلاقي أهو الإفكت، شايفين بيتا اللي هو باك جراوند ريموفر أو إزالة الخلفية، لو الإزرار عندي عاملينه بالعربي هي إزالة الخلفية. شايفين بكل سهولة أصبح عندي الفيديو وأقدر أتحكم في المساحة، أعمل اقتصاص كده للجزء اللي أنا عايزاه، وبكده أصبح عندي فيديو وشغال أهو، وأنا شلت الخلفية منه وأقدر أطبق ده على أي فيديو أنا شايفاه موجود عندي، وأقدر أعمل له إيه، أشيل الخلفية اللي موجودة فيه. مثلا ناخد ده كده أي فيديو كده، نفس الشيء إيديت فيديو أو تحرير الفيديو، وهضغط على التولز الخاصة بتحرير الفيديو، وأدي عملنا كمان إزالة لخلفية الفيديو. دي أول ميزة تم إطلاقها قلنا في كانفا، ومن أهم المزايا الصراحة، ميزة جميلة جدا تخلي الواحد يقدر إيه يعمل تحرير للفيديو. ونفس الشيء هو أنا ممكن بعد ما بدخل عليه ممكن أدخل على إيديت مرة أخرى، في اللي هي أدجست، كمان هم عملوا الإضافات على الفيديو إني أقدر أتحكم في الإضاءة وفي اللون، أو شايفين دي كانت موجودة في الصور بس وتم إيه إضافتها كمان في الفيديو، أقدر أتحكم في الشادو. كل دي إضافات جديدة أهي، تحرير للفيديو، أنا أقدر أتحكم في أي شيء في الفيديو عندي من هذه المنطقة. الميزة الثانية اللي تم إضافتها عندي في كانفا هي بعض الانتقالات الاحترافية اللي موجودة في، بنشوفها دايما في الفيديوهات المعمولة بالأفتر إفكت والحاجات دي، فدي ميزة جميلة خليني أعرفكم عليها. أنا هروح على Create Design أو إنشاء تصميم، وهروح من هختار فيديو تعليمي أو Educational Video، أهي فيديو تعليمي أو Educational Video، وهختارها كده. هيظهر عندي طبعا لازم اختار فيديو مش Presentation عشان يفعل لي ميزة الانتقالات بين الشرائح. لما بختار البرزنتيشن مش بيديني انتقالات اللي موجودة في بين الشرائح، عشان ايه ممكن حد يختار فيديو يختار ان هو برزنتيشن او عرض تقديمي، مش هيظهر عندي الانتقالات بين الشرائح. طيب انا دلوقتي ظهر عندي اكتر من تصميم جاهز، هو بيقترح عليا بعض التصاميم التعليمية، فانا ممكن ايه استعين باي تصميم منهم.
داخلين، أنا عايزة واحد يكون فيه أكتر من شريحة. تمام، أنا عايزة يكون عندي أكتر من شريحة بالشكل ده. طيب إيه الخطوة اللي أنا هعملها دلوقتي؟ أنا بفرض إن أنا دلوقتي عندي فيديو أنا صممته وحطيت التكست اللي أنا عايزاها والصور وكل حاجة، ودلوقتي عايزة أعمل انتقالات بين الشرايح. إزاي هعمل الكلام ده؟ شايفين علامة الزائد دي؟ لما بضغط عليها بيظهر عندي أنا عايزة أضيف شريحة جديدة ولا اللي هي الانتقالات اللي هي الترانزيشن. هضغط عليها كده بتظهر عندي الانتقالات اللي أنا ممكن أختارها. طبعاً في إضافتين تم إضافتهم، دي الإضافة دي تم إضافتها من فترة ودي كمان. أول حاجة اللي هي المورف، المورف دي اللي هي التحول التدريجي اللي احنا شفناها كمان موجودة في الباوربوينت. يعني لو أنا حاطة صورة ونفس الصورة كررتها في شريحة أخرى بيعمل لها تحول تدريجي. بس خلينا الأول نشوف دي اهي اللي هي الكالر وايب، هضغط عليها كده. طبعا الميزة دي جميلة جدا، بتخليني بيعمل انتقالات بين الشريحة بخطوط بأشكال معينة، وأنا كمان بيتيح لي إن أنا أختار أشكال الخطوط دي. خلينا مثلا أنا هختار، خليني أختار لكم ألوان واضحة شوية عشان تبان عندكم. شايفين بتظهر إزاي؟ أهي هختار مثلا الألوان دي وعايزة اللون الأبيض. أهي شفتوا إزاي ظهرت عندي؟ طيب وهي دلوقتي اتجاهها كده، ممكن أنا أغيره كده. وشايفين طبعا يفضل ان انا لما اعمل الميزة دي اني اخدها من نفس الوان الشريحة، يعني ما تكونش الوان مختلفة عن اللي انا استخدمتها في البرزنتيشن نفسه اللي عندي، عشان يكون شكلها ايه، يعني يبقى فيها ماتشنج كده وشكلها يكون جميل. انا بس اخترت في الاول الوان فاتحة شوية عشان ايه تبان عندكم. اي شايفين يفضل ان هي بتكون باللون الابيض. وممكن لو انا عندي اي خلاص انا اخترت الالوان، ولو عندي اكتر من شريحه كمان بقول له ابلاي ان هو يطبقها لي على كل السلايد. طبعا لو في اكتر من سلايد هنا كده اهو ابلاي بتوين اول بيجز، يعني طبقها، او ان انا اخترت ان هي يتم تطبيقها على كل الشرايح. وباجي مش لازم ان انا اخليها كلها بنفس الاتجاه، ممكن اجي على دي واعدل. يعني اجي هنا مثلا انا اخترت في واحده ان هو يكون اتجاهها مثلا جاي من هنا، في التانية أخليه كده. ممكن أبتدي أبدل بين الشرايح نفسها. تمام، دي من الانتقالات الجميلة جدا اللي أنا حبيتها في الإضافة الجديدة أو الحاجات الجديدة اللي حطوها جديد في كانفا. طيب أنا هضيف عندي كده شريحة هنا وأروح على الإليمنت وأختار أي حاجة عندي أو اللي هي الإضافات يعني، وأحط كلمة سكول عشان نشوف نوع آخر من الانتقالات عندي. هكتب كلمة سكول، هحط مثلا صورة الشنطة دي كده هنا، اوكي ضفتها عندي هنا كده. وهروح انا عايزة اضيفها وهنا مثلا تكون بحجم اكبر في الشريحة الاولى بحجم كده، وتيجي في الشريحة التانية تصغر وتبقى كده. واروح هنا في الانتقالات واروح على الانتقال اللي اسمه مورف، شايفين؟ وكمان بتحكم في سرعته، السرعة بتاعته يكون قد ايه. خلينا نشغل هنا ونشوف الحركة مورف بتعمل عندي ازاي. الشريحة الاولى وبعدين في الشريحة التانية اتنقلت الصورة، عمل انتقال تدريجي. طبعا الميزة دي احنا شفناها نزلت في الباوربوينت من فترة، ودلوقتي كمان كانفا ضافوها اني اقدر اعمل تحول تدريجي للصورة. اهي لو ممكن اقلل الفترة شوية عشان تبين بسرعة عندكم، اهي وتحول التحول تدريجي. ممكن العكس، ممكن تكون هنا كبيرة ممكن اصغر، ممكن ما تحكمش في الحجم نهائيا، ممكن اخلي المكان يعني تكون مثلا هنا وتتنقل تبقى هنا. دي من اهم الاضافات الجديدة كمان اللي شفتها اللي تم اضافتها في الانتقالات ما بين الشرائح. طبعا كل واحد بيحط بصمته، أنا بديك المعلومة، وكل واحد بيحط بصمته على استخدامه أو توظيفه للمزايا دي في شغله. طيب خلينا ننتقل إلى ميزة أخرى. دلوقتي هعرفكم على إضافتين جداد كمان تم إضافتهم في كانفا عندي. في ميزة جميلة قوي الأول اللي هي الجوجل ماب.
الجوجل ماب دي بتخليني أحط خريطة جوجل فعالة interactive. لو أنا مثلا بعت دعوة عندي مناسبة مثلا في المدرسة وعايزة المكان يروحوا على اللوكيشن مظبوط، فأنا ممكن من خلال الكانفا، طبعا هنا الجزء اللي عندي على الشمال ده أو بيكون موجود عندي على اليمين لو أنا عندي بالعربي، بيكون في بعض الإضافات، وأنا تعرضت معاكم لبعض الإضافات الموجودة هنا قبل كده. فأنا هنزل تحت هلاقي حاجة اسمها الجوجل ماب، أنا لو ضفت الجوجل ماب عندي هنا كده، طبعا هو مديني أكتر من شكل أو ستايل ليها، أنا ممكن أختار اللي أنا عايزاه. فأنا لو هاخد الأولى هنا كده، طبعا أنا مش هضيفها على طول، أنا هكتب المكان مثلا اللي أنا عايزاه، هكتب مثلا كويت، هكتب كويت كده، اهي بتطلع لي الكويت، مثلا هكتب سلمية. طبعا كل ما اكتب العنوان اللي انا موجودة فيه، هكتب العنوان كده، هيبتدي يظهر عندي العنوان والخريطة الخاصة بالمكان بتاعي اللي انا ايه عايزة اضيفه. طبعا ضغطت كده اكتر مرة اهي، طبعا انا مش حاطه العنوان مظبوط، لو انا حاطاه مظبوط بيطلع عندي شكل للخريطه وعنوان المكان، وممكن احط اسهم، ممكن طبعا انا طبعا مش هتكون كده داخل الديزاين اللي انا عاملاه وكاتبه العنوان جنبه هنا، وبيكون موجود عندي تفاصيل المكان على الجوجل ماب. دي اضافه مهمه جدا انا شايفاها وجميله، وهتخدم فئه كبيره من المعلمين اللي بيكون عندهم ورش او دورات في مدارسهم وعايزين يحطوا الخريطة بتاعت جوجل في فيديو الدعوة. يلا نشوف إضافة تانية. من الإضافات أيضا اللي موجودة عندي هنا، عندي إضافة كمان اللي خاصة ب، خلينا نشوف كده، حاجة اسمها Text to Picture، إزاي أحول نص إلى صورة. يعني ايه نص الى صورة؟ خلينا نضغط كده ونتعرف على الاضافة الجديدة دي. ونفس الشيء لو تلاحظوا هي بيتا، يعني لسه في طور التجربة، خلاص يعني ده مش الاصدار النهائي ليها. طيب خلينا نشوف يعني ايه، مثلا انا عايز احط اي نص انا هكتبه هيطلع لي صورة عنه، يعني ايه؟ خليني ايه اكتب مثلا fish in the tea، اي حاجة اهي، fetch in the tea. وبعدين بيقول لي عايزة ستايل الصورة يبقى عامل ازاي، او طريقة الوانها عاملة ازاي، عايزها 3D ولا painting رسم. خلينا نجرب نختار 3D وقول له generate او انشئ الصورة. بيبتدي اهي يعمل ايه التحويل، بنستنى مع دقيقتين وبنلاقي ان بيطلع لي شكل الكلام اللي أنا ضفته. يعني أنا لو عايزة أي صورة في خيالي ببتدي أكتبها كنص، أي طلع لي الصورة، وأنا اخترت إنها تكون 3D، فهو لقى إن الصورة دي 3D موجودة عندي بشكل إيه، سمك في البحر. أوكي خلينا نرجع تاني نقول له كنسل، هو لسه بيعمل سيرش، خلينا نكنسل ونروح إيه ستارت أجين، واقول له fish in the sea، واختار ايه surprise me اللي اول واحده نشوف هيطلع ايه هنا. دي برضو من المزايا الجميله كده اللي هي اللي اضافوها، خلينا نشوف هيطلع عندي هنا ايه. يطلع لي بعض الصور للخاصه مثلا بسمك في البحر. خلاص طبعا كل واحد، عشان انا كتبت ايه كده، ممكن كل واحد يبحث بالطريقه اللي هو عايزها على شكل الايه الشكل اللي هو عايزه، او مثلا ممكن اكتب فيش بس. بس لو كتبنا اي حاجه هو بياخد اي وصف، اي وصف يعني مش شرط الوصف يكون بكلمه، ممكن يكون باكتر من كلمه اصف الايه الصوره اللي انا عايزاها، وهو بيبتدي يبحث عنها ويطلعها او بيعمل لها جنريت يعني ويطلعها عندي هنا. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية فيديو اليوم، وإن شاء الله يكون أفادكم، وانتظروني في فيديوهات جديدة خاصة بكانفا، إزاي أخرج أنا من كانفا فيديو يكون
احترافي ومميز إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكمان سبسكرايب للقناة، واعملوا شير للفيديو كمان عشان كل أصدقائكم يستفيدوا منه. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.